يمر اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب على اليمنيين، فيما تعاني عائلات من تبقى من الأسرى والمحتجزين دون أمل بخلاص قريب، خاصة بعد انتهاء جولة المشاورات الأخيرة دون التوصل لاتفاق جديد يتم الإفراج بموجبه عن دفعة جديدة من ضحايا السجون. خلال السنوات الماضية من الحرب في اليمن، وثقت منظمات حقوقية جرائم تعذيب فظيعة، خصوصا في سجون ميليشيا الحوثي والتشكيلات المسلمة المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي. رابطة أمهات المختطفين ومعها نشطاء ومنظمات حقوقية أطلقوا حملة للمطالبة بتعويض وجبر ضرر ضحايا التعذيب وإنصافهم ومساءلة مرتكبي الانتهاكات بحقهم. الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة محاسبة المتورطين في جرائم التعذيب للمعتقلين في مناطق الصراع من بينها اليمن. وفي بيان للممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، أكد أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية والوحشية، داعيا جميع الدول إلى التحقيق الفوري في التعذيب ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيه بحزم. منظمة سام للحقوق والحريات قالت إن الكثير من السجون أصبحت نقاطا سوداء قاتمة في تاريخ التعذيب في اليمن، حيث تنتشر عشرات المعتقلات غير القانونية والسرية المكرسة للإخفاء القسري وممارسة التعذيب الممنهج والقاسي، وعددت سجونا تابعة لمختلف أطراف الصراع في اليمن، غير أنها أشارت هذه المرة إلى حدوث جرائم تعذيب في سجون الاستخبارات السعودية في منطقتي جيزان ونجران. وقالت المنظمة إنها بصدد إصدار تقرير تفصيلي عن تعذيب تعرض له يمنيون أدى في بعض الحالات إلى الوفاة. وفي بيان صدر عن المركز الأمريكي للعدالة، دعا إلى تفعيل الآليات الدولية والوطنية المستقلة لحقوق الإنسان لحماية المدنيين من ممارسات التعذيب بالكشف عنها وفضح مرتكبيها وإحالتهم إلى العدالة وإنصاف الضحايا وملاحقة كل من حرض أو أمر بتلك الانتهاكات أو شارك فيها بأي صورة من الصور.